الملاحق وإطارة الوكالة الوطنية للتشغيل، وأردت من هذا المنبر أن أقدم كذلك ترحيباً خاصاً لكل طالب العمل ومرتفقين الذين أصروا على عناء التنقل وحضروا معنا هذا الملتقى. قد قيدت أنفاسنا، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وذهاب أحزاننا وجلاء همومنا. بدون إطالة، اسكندر صوفي ممثل منظمة العمل الدولية ومنسق الوطني لمشروع برو أجرو شباب. احنا سعداء اليوم بتواجدنا هنا في ولاية عين تيموشن في إطار مواصلة تنفيذ مشروع برو أجرو الذي يهدف إلى خلق مناصب شغل لائقة للشباب والشابات في عديد من ولايات الوطن ومنهم ولاية عين تيموشن، خاصة في سلاسل القيمة الغذائية وسلاسل قيمة الصناعات الغذائية والفلاحية. هدف زيارة اليوم هو المشاركة في هذا اللقاء القطاعي، هي نشاط هام يهدف إلى تقريب طالبي وباحثي عن العمل مع الفاعلين الاقتصاديين اللي ممكن هما يبحثوا عن تنصيب ويبحثوا عن بعض المهارات وعن بعض الكفاءات، وكذلك كل المتدخلين في ترقية التشغيل هنا في ولاية عين تيموشن. نعرفوا أنه المشروع طبعا المستفيدين من هذه الزيارات اللي il a eu une promesse de recrutement في المؤسسة نتيجة لهذا الزيارات. voilà. donc ولاية عين تيموشن شوال عندنا مشكل واحد اللي هو عندنا المشكل تاعنا هو التدعيم تاع احنا عندنا كاباسيتي تاع 1200 قنطار نطحنوها في اليوم، نقدروا نديروا بها حتى دو جروب نخدموا دو جروب بها، بصح المشكل نطحنوا احنا غير عطونا غير 400 قنطار. هذا هو المشكل احنا اللي نتحوسوا عليه، نطلبوا من السلطات الولائيه والسلطات العليا كاع باش يدعمونا ويزيدونا في ماده يزيدونا الحب تاع الماده الفرينه اللي باش نحنا نزيدو ندخلو به للسوق بقوة، ونكونوا إن شاء الله نحبوا نسبة 100% من التمويل من هنا للولاية. عندنا تاني عندنا ندعموا الموالين، ندعموا الموالين، ندعموا نمدوا لهم 700 قنطار من مادة النخالة للموالين المدعمين طرف الدولة. هذا بالطبع تاعهم هو الاختيار تاع لي زونغري يكون ارامون سيكوا سواء للسوليب ليكيد ولا هيدروسوليب. كاين دي باك يروحوا ديريكتومون دي دوزا، نقولوا 4 لتر باغ اكزومبل اسيد هوميك. سي كوا لاسيد هوميك؟ لاسيد هوميك سي بور اميليوري لو كومبلكس ارجينو هوميك دو سول، و لاسيد فيفيك بور فاسيليتي باسي نيتريمون بيزوان تاعنا فاسيمون يطلع لو بوتاس لو ام بي كا لي زيغو اليمون. شايفك كيفاش؟ نعم، هذه نقول اوتوماتيزي. عندنا الانجينيور اللي عندي اللي تبع